طب اقول ايه، في خروشه على الباب، خش الدار انت، روح شوف شغلك، امشي. يا ويلكم، يا اهلا يا اهلا، يا ويلكم يا ويلكم يا ويلكم. هو انت فعلا هتدخلنا عادي؟ هو ايه اللي حصل في السيستم بتاع دماغكم؟ انتوا بتتكلموا كده ليه؟ لو حضرتك مش مرتاح لطريقه الكلام انا ممكن اقفل الباب وافتحه تاني. هتظبط يعني الكلام؟ هتظبط طبعا. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيكم، اهلا وسهلا. ايه ده، دول ناس طيبين قوي او اغبياء قوي، هنشوف. ما ادرى. حضراتكم حاجزين عندنا، الحجز تمام. حجز ايه؟ حجز ايه؟ حجز ايه؟ لا 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 لا، انا مش لسه خارج من الحجز عشان اجي اتحجز. معلش معلش، متخلف، كمل يا باشا. الحجز هنا باسم الاستاذ كريم. مين الاستاذ كريم فيكم؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي حزازه. حزازه شكلها اتغير. حزازه ما ترفع ايدك الثانيه، ما حطيتها في البنطلون، مش هينفع. والتاني باسم الاستاذ سميحه. مين الاستاذ سميحه؟ سوري انا سميحه. ايه المشكله؟ ما في رجاله اسمها صفاء وسناء ووسام وناديه. وانا اعترضت يا فندم؟ لا اتكلمت. لا انا بقول التاني اسمه سميحه، ما اعترضتش على حاجه. صح، هو معاه حق على فكره. وعلى حضرتك خلاص تكبر دورك. لا خالص، انا بس قلت الاسم غريب فلازما هتقول حاجه يعني. انت من الغريب ولا حاجه، انت لو عرفت اسمي هيبقى اسمك منطقي جدا يعني. بجد والله، اسم حضرتك ايه؟ لا خلاص بعدين، اصل ده موضوع طول شرحه. لا ايه ايه والله، يقول عايزين نعرف. بجد والله. مش محتاج يعني. لا والله عايزين نعرف بجد اسم حضرتك. انا اسمي عيد ميلاد عزت. الله، وعزت عارف الكلام ده؟ شفت، لانه موضوع طول شرحه. اهو ده اتقال كتير، يا ريتكم جيتكم من بدري والله العظيم. هو كل سنه وحضرتك طيب وعزت بخير. والله احنا بنقفل، اصل انت عارف ده برضه من بدري قوي.